نعتز بكل طوائفنا بكل مكوناتنا القومية. هذا هو الوجه الجديد للمعارضة السورية. عبد الباسط سيدة الناشط الكردي الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني السوري خلفا لبرهان غليون. قد لا يكون اسمه معروفا في الأوساط السورية، إلا أن رفاقه في المجلس يشهدون باعتداله ويرون فيه وجها قادرا على تحقيق المصالحة داخل المجلس وتوسيع تمثيله. انفتاح سيدة على الآخرين يقابله تمسكه بالقضية الكردية التي ناضل في السر لأجلها لسنوات طويلة كما صرح في الماضي. هو من مواليد عام 56 في عمودة شمال شرقي البلاد حيث يتركز الأكراد، كما أنه صاحب عدة مؤلفات حول الأقليات الكردية. ولكن رغم جذوره هذه فهو عربي الثقافة، وقد نال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة دمشق ودرس بعدها في جامعة بليبيا لمدة 3 سنوات قبل انتقاله إلى المنفى في السويد عام 94، حيث حول اهتماماته الفلسفية إلى دراسة الحضارات القديمة. انتخاب سيدة لترأس الجسم السوري المعارض الأبرز يأتي في وقت يواجه المجلس انتقادات لعدم تمثيله الأقليات بشكل كاف، وخصوصا الأكراد الذين يعانون أصلا من عقود من التهميش في ظل النظام الحالي، رغم أنهم يشكلون 9% من سكان سوريا. ويبدو أن انتخابه رسالة إلى الأكراد والأقليات بشكل عام باعتراف بسمة قدماني مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس. راغدة بهنام، العربية.